الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة السادسة تأتيكم مباشرة من قناة الفلوجة والبداية بأبرز العناوين بعد قبول طعون مرشحين خاسرين تغييرات في خريطه الفائزين تدفع مستقلين للاعتراض على اقصاء عدد منهم بغداد تحسم جدل موعد انسحاب القوات الامريكيه القتاليه وواشنطن تؤكد مواصله مسانده العراق في دعم سيادته واستقلاله وفي يوم الطفل العالمي نصف مليون طفل عراقي مشردون عرضه للاستغلال والمتاجره بفعل الحروب والصراعات السياسيه أهلا بكم مشاهدين مجددا والبداية من الشأن السياسي حيث أطلع وزير الخارجية فؤاد حسين الأمين العام لدول الخليج العربية نايف الحجرف على مستجدات الأوضاع السياسية في العراق وكذا نتائج الانتخابات التي يتوقع أن تعلن بشكل نهائي في الأيام المقبلة ليبدأ الحرك السياسي الرسمي لتشكيل الحكومة الجديدة وفي سياق أعمال قمة الأمن الإقليمي المنعقدة في المنامة بحث وزير الخارجيه مع الامين العام لدول الخليج العربيه سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والعراق هذا واكد الحجرف دعم مجلس التعاون لامن واستقرار العراق وحرص دول الخليج على دفع العلاقات الخليجيه العراقيه لخدمه المصالح المشتركه فيما اكد استعداد المجلس للعمل مع العراق والتعاون الثنائي في مختلف المجالات أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الانتصار الذي حققته القوات المسلحة العراقية على الإرهاب وفر الانتقال إلى تحقيق أهداف مهمة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي وأضاف حسين أن العراق عزز جهوده عبر تبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ودعا الدول والشركات العالمية المتطورة للاستثمار في العراق وعن مستجدات الأوضاع السياسية في العراق أوضح السين أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة حظيت بمراقبة دولية وأممية وبما يعزز المسار الديمقراطي في العراق وينعكس إيجابا على وحدة المكونات العراقية بحث رئيس حكومه اقليم كردستان مسرور برزاني مع منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في العاصمه البحرينيه المنامه بحث الوضع العام في العراق بعد الانتخابات التشريعيه وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان أن المجتمعين بحثوا آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والوضع العام في العراق بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما تمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان وأمريكا، كما أكد الجانبان أيضاً على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون في سبل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. هذا وجددت الولايات المتحدة الأمريكية عبر مساعد وزير خارجيتها لشؤون الشرق الأوسط جوي هود ترحيبها بنتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي وذكر هود في ندوة حوارية نظمها مجلس العلاقات العربية الأمريكية قال أن الانتخابات العراقية الأخيرة أفضت إلى رفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد ونبقى في الشأن الانتخابي فبعد قرار الهيئة القضائية قبول طعن عدد من المرشحين حدثت تغييرات في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي وحسب القرارات القضائية فقد فاز مرشح تيار الحكمة صادق مدلول بدلا عن المرشح المستقل أمير المعموري في بابل وخالد العبيدي مرشح تحالف عزم عن بغداد بدلا من مرشح العقد الوطني عباس حسين صالح كما شملت التغييرات ايضا فوز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني كمال اغا في اربيل بدلا عن مرشح الديمقراطي الكردستاني ليلى اكرم سعيد. كما فاز مرشح الاتحاد الوطني رونزي زياد سيدو بدلا عن مرشح الديمقراطي عبد السلام شعبان البرزنجي في نينوى. وايضا فوز مرشح ائتلاف الفتح غريب عسكر ناجي بدلا عن التركمانيه سوسن عبد الواحد شاكر في كركوك وايضا فاز المرشح عن الفتح رفيق هاشم شناوه بدلا عن المرشح المستقل هيثم عبد الجبار في البصره من جانبهم ابدى مرشحون مستقلون رفضهم قرار الهيئه القضائيه باقصاء عدد من المرشحين وفوز اخرين بدلا عنهم معتبرين ان ما حدث عمليه ارضاء لكتل سياسيه ولا يمت للديمقراطيه الانتخابيه او لشفافيه عمل مفوضيه الانتخابات بصلة. وأضاف المستقلون خلال حديثهم في مؤتمر صحفي أن ما حصل هو تراض وليست عملية انتخابية بين القوى السياسية لمعادلة توازن تلك القوى وأكد المرشحون المستقلون أن خطتهم الآن هي الطعن في هذا القرار وسلك المسلك القانوني محذرين من تصعيدهم في حال لم يجد يجدي هذا الأمر نفعاً في غضون ذلك كشفت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق عن سبب الغاء نتائج بعض محطات الاقتراع للانتخابات البرلمانيه والتي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي. المفوضيه اكدت ان الغاء نتائج بعض محطات ومراكز الاقتراع استند الى ما تراه الهيئه القضائيه وفق القانون ولم تلغها بسبب التصوير كون العمليه جرت وفق اجراءات فنيه مشيره الى ان الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية البرلمانيه المبكره لبعض محطات الاقتراع التي اعتمدتها الجهات القضائيه جاءت بسبب تكرار البصمه او عطل الاجهزه تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين هذه أبرز مخرجات اجتماع رئاسة الجمهورية والوزراء والقضاء فيما تستمر الخلافات بين الكتل السياسية إثر تباين مواقفها من نتائج الانتخابات ونزاهتها وثقه مبادئ اساسيه لحل الازمه الراهنه والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنيه. هذا مضمون اجتماع الرئاسات الثلاث امس ببغداد اذ اكد رؤساء الجمهوريه والوزراء والقضاء الاعلى على ضروره تشكيل حكومه فاعله تحمي المصالح العليا للبلد وتلبي الحياه الحره الكريمه للمواطنين. هذه رساله موجهه اليوم الى المعترضين على نتائج الانتخابات. فعليهم أن يكونوا أكثر عقلانية وواقعية بأن النتيجة صحيحة ولم يطرع عليها تزوير أما الإصرار والنزول إلى الشارع فهذا خطار أو اختيار ربما يطيح بالعملية السياسية برمتها فاليوم مجلس الأمن كذلك الاتصال الرئيس الإيراني وتهنئته للكاظمي بنجاح الانتخابات هذه رسائل مهمة للمحتجين والمعترضين والخاسرين في الانتخابات بأن الديمقراطية خاسر ورابح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا خصومه الذين خسروا الانتخابات بالقول لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية مطالبهم بتقبل النتائج وعدم التشويش على المسار الديمقراطي ما طرحه السيد الصدر بالامس كان صراحه يعني تصف في صالح الخط الوطني وهو خارطه الطريق لتشكيل حكومه مستقبلا تبني رؤاها وتصرفها السياسي على أن يكون إطار واضح ضمن السلاح ضمن إطار الدولة وأن يترتب بعض المؤسسات الأمنية كالحشد ضمن كمؤسسة الجيش ومؤسسة الداخلية ويستمر اعتصام أنصار الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد فيما يطالب الرافضون للنتائج بإعادة عد وفرز جميع النتائج يدوياً في كل المراكز الانتخابيه في البلاد. من بغداد انس يوسف قناه الفلوجه. امنيا اكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستون ان الولايات المتحده ستواصل مسانده العراق في دعم سيادته واستقلاله من خلال التصدي للتدخل الايراني وتنظيم داعش الارهابي. مشيرا الى ان واشنطن وبغداد تربطهما علاقه جيده ومتينه ووطيده وستستمر بتدريب القوات الامنيه وتزويدها بالمعلومات لاجل هزيمه التنظيمات الارهابيه. وقال اوستون خلال كلمه له على هامش اعمال منتدى حوار المنامه: سنحمي قواتنا من هجمات طهران ووكلائها وسنواصل العمل مع الشركاء في العراق وسوريا لهزيمه داعش الارهابي. الولايات المتحدة ستواصل مساندة العراق في دعم سيادته واستقلاله خلال التصدي للتدخل الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي واشنطن وبغداد تربطهما علاقة جيدة ومتينة وسنستمر بتدريب القوات الأمنية وتزويدها بالمعلومات لأجل هزيمة التنظيمات الإرهابية سنواصل العمل مع الشركاء في العراق وسوريا لهزيمة داعش الإرهابي في السياق جددت قيادة العملية المشتركة تأكيدها أن موعد انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق ثابت ولا تغيير فيه وهو المحدد في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول المقبل وأوضح المتحدث باسم قيادة العملية المشتركة لواء تحسين الخفاجي أن العلاقة بين واشنطن وبغداد بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية في مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخباراتية والأمنية ضد تنظيم داعش الأرهابي هذا وأعلنت قيادة عملية بغداد ضبط المفارز المشتركة التابعة لها طائرة مسيرة والقبض على 44 متهما وفق مواد قانونية مختلفة وذكر بيان للقيادة أن المفارز تمكنت خلال الاثنتينِ 72 ساعة الماضية من إلقاء القبض على 44 متهما وفق مواد قانونية مختلفة وضبط ست وثلاثين حبة مخذرة وثمانية واربعين غراما من مادة الكريسال بالإضافة إلى ضبط طائرة مسيرة كما ألقت القبض على عشرين متهما من مخالفي شروط الإقامة في ملف الهجرة هجرة العراقيين إلى أوروبا عاد مئات المهاجرين مؤخرا تاركين وراءهم آمالا وآلاما على الحد الفاصل بين ما أرادوا وما أريد لهم معاناتهم وحكاية الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى حدود الموت الأوروبية على لسان العائدين نتابعها في سياق هذا التقرير الرحلة الاستثنائية تهبط في بغداد وتحمل معها مآسي المهاجرين العالقين عند الحدود الأوروبية البيلاروسية مئات المهاجرين بينهم اطفال ونساء يصلون العراق بعد ان عاشوا اياما وشهورا من المآسي في غابات مكشوفه تحت البرد والمطر لم يفلح هؤلاء في الدخول الى التكتل الاوروبي قلنا لهناك زين استلمنا الجيش البيلاروسي من السيم دفرات بالدونكيات زين يخلون الشخص يعني ايش عنده فلوس يذبها زين الباكيج قال ب 100 دولار البطل مي صغير 100 دولار صمونه 100 دولار اكو عوائل نساء عندها ولاده ماكو يعني اكو اشخاص ماتوا واندفنوا بدون علم اي شخص حتى اكل ماكو قوى يوصلهم مي مي يعني جدا وسخ يعني ما ينشرب في لحظات وصولهم الاولى رافقت الفلوجه المهاجرين العائدين يقول احدهم ان البطاله وانعدام الفرص المتكافئه في العمل والدراسه وغياب الحريات تاتي في مقدمه الاسباب التي اجبرت اللاجئين على ترك وطنهم سافرت لان فرص عمل ماكو أه شبابنا ما لهم اي شيء ما لهم أه يعني ما بين قوسين ما ما يقدرون يعيشون احنا كشباب ما نقدر نعيش بهذا البلد 25 سنه خريج قانون والله انا يعني خريج قانون يعني واشتغل تاكسي قبل المهاجرون العرض الحكومي وقدموا في اول رحله منذ بدايه ازمه المهاجرين على الحدود لكن على الحدود هناك العشرات يواجهون مصيرهم املا في حياه افضل بغداد من بغداد علي عبد الكريم الفلوجه الفضائيه في غضون ذلك أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك تسجيل حرس الحدود محاولات عبور من قبل مجموعة جديدة للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية فيما اتهم الجانب البيلاروسي بتوجيه تصرفات المهاجرين على هذا النحو وذكر بلاشاك في تصريحات صحفية أن الليلة الماضية لم تختلف عن الأيام والليالي التي سبقتها حيث تم تسجيل هجمات على الحدود البولندية والآن يتبنى المهاجرون تكتيك مختلفا بعض الشيء اذ تحاول مجموعات اصغر عبور الحدود في العديد من الاماكن المختلفه من جانبه قال وزير داخليه اوكرانيا دينيس موناس تيريسكي ان بلاده تستخدم التكتيك العسكري متعدد المستويات لحمايه حدود الاتحاد الاوروبي من المهاجرين مشيرا في تصريحه الى ان بلاده ستسمح للجيش والامن بفتح النار ضدهم. سنستخدم التكتيك المتعدد المستويات لحمايه الحدود. في المستوى الاول ستكون العناصر بدون اسلحه، فقط مع معدات الحمايه. وفي حال وقوع اعمال عدوانيه من قبل المهاجرين، سيسمح لعناصر المستوى الثاني باستخدام السلاح والوسائل الخاصة. باحثون عن الحرية والعيش الكريم ضاقت بهم السبل، سبل الهجرة، وأوصدت في وجوههم الأبواب بعد أن هربوا من معاناتهم، فعادوا محملين بأخرى. لكن ملامح طريق البحث عن الحريات في الخارج حمل الصفات ذاتها لطريق البحث عنها في الداخل، فالأسلاك الشائكة ذاتها وقاذوفات الماء وقنابل الغاز أيضا مشاهد العنف اعتادها العراقيون صفحة جديدة لأحداث القصة ذاتها التي كتبت بأحداث تشرين ولكن في مكان بعيد عبر الحدود لم تكن الهجرة ملاذا آمنا هناك فمشاهد تشرين تخيم على المهاجرين نار وغاز على حدود الموت الأوروبية وناشطون يصفون العراق بالبلد غير الصالح للعيش مع قمع الحريات ولا سبيل سوى الهجره. ثوره تشرين هاي الثوره اللي ما اكتفت الاحزاب والميليشيات بقمعهم وقتل 1076 شهيد و25 الف جريح لا بدت الاغتيالات. للطاقات وللاسماء البارزه واللي متصدين بوسائل الاعلام والسوشيال ميديا من شعراء من الفنانين من كتاب من اصوات حره اغتيالات تغييب بسجون غير قانونيه وغير شرعيه تابعه للميليشيات قتل فاللي يريد يحافظ على نفسه بدات الشباب حفاظا على انفسهم يتوجهون خارج العراق بهم من عالق حاليا بالحدود البيلاروسيه البولنديه منهم منهم من وصل الى الاتحاد الاوروبي الى المانيا وهولندا وغيرها من البلدان الاوروبيه وبهم من موجود بتركيا انا حاليا في تركيا حفاظا على انفسنا على عوائلنا اعداد كبيره من المهاجرين ارباب عمل وموظفون ليسوا بحاجه الى المال وانما الدافع من الهجره هو الهرب من سلسله القتل الممنهج القامع للحريات التي ولدت ضغوطا نفسية رغم أن التظاهر والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا من حق الفرد أن يتكلم من حقه أن يناقش من حقه أن ينتقد من حقه أن أن يشير إلى الجوانب السلبية ويحاول أن يجد عنها معالجات بحسب تصوره ولذلك نجد هؤلاء يسعون إلى الهجرة والآن موجودين في داخل البلد في العراق ومع كل هذه النماذج اللي يشاهدوها وهو عند استعداد للهجرة مرة أخرى ولذلك نجد بعض الذين يهاجرون أو الذين هاجروا هم حتى طبيعة وضعهم الاقتصادي عالي يعني ما يعني ما ما يشكو من من شيء من هذا الجانب بالرغم من انه هو عامل مهم الجانب الاقتصادي في الهجره <applause> كثيرون على قيد الحياه قليلون على قيد الانسانيه نساء واطفال وشباب يناشدون ويستنجدون من العيش اموات وهم على قيد الحياه بلا هدف او امل ولا يملكون سوى لسان المناشده التي صدحت اصواتهم بها من ساحه التحرير حتى وصل صداها عبر الحدود وهم مهاجرين من ساحه التحرير وسط العاصمه بغداد ندى المرسومي قناه الفلوجه وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي لا يمر هذا اليوم سعيدا على العراقيين في ظل الإحصاءات الدولية التي تشير إلى تدهور واقع هذه الشريحة لأسباب عديدة أبرزها الحروب والصراعات السياسية والأزمة الاقتصادية التي تراكمت بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا تقول تقارير أعدتها منظمات إنسانية محلية أن أكثر من 500 ألف طفل عراقي مشردون في مختلف أنحاء البلاد قسم كبير من هذا الرقم يتعرض الى الاستغلال والمتاجره ويجبر قسم اخر على اداء اعمال شاقه في ظل ظروف غير سليمه تقول منظمه الامم المتحده للطفوله اليونسف ان اكثر من خمسه ملايين طفل في العراق بحاجه ماسه الى المساعده السريعه من جانبه كشف الجهاز المركزي للاحصاء في وزاره التخطيط عن وجود اكثر من 7600 موظف امي في وزاره ومؤسسات الدوله في حين تصدرت وزاره النقل والداخليه هذا العدد. التقرير الصادر عن قسم احصاءات التنميه البشريه في الجهاز اكد ان نسبه التحصيل العلمي لدى الرجال اعلى منها لدى النساء. فبالرغم من أن هنالك برامج واستراتيجيات لمحو الأمية، فإن هنالك بعض الوزارات لا يزال لديها عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة ولا حتى الكتابة، إذ بلغ عددهم من الرجال 6341 موظفاً، ومن النساء 1263 موظفة، وكانت وزارة النقل والداخلية هما الأعلى في عدد الموظفين الأميين. وفي الشان الاقتصادي اعلنت وزاره التجاره عشره اجراءات خاصه بدخول المستثمرين بين العراق وتركيا وزير التجارة علاء الجبوري كشف خلال لقائه نظيره التركي عن جملة من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين بين البلدين منها تسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين لتكون متعددة ولمدة تراوح بين أربع وخمس سنوات فضلاً عن المباشرة بعقد مباحثات ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم الاستثمار بين العراق وتركيا. إضافة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على حسم موضوع اعتماد معهد المعايير التركية في إجراءات الفحص قبل التوريد للسلع المصدرة إلى العراق، إضافة إلى ترحيب الجانب التركي بطلب العراق فتح فروع للمصارف العراقية في تركيا في نينوى وبعد ارتفاع اسعار الطحين في المحافظه، اوعزت وزاره التجاره ومديريه الرقابه التجاريه بتشكيل لجنه للاشراف على اسعار الطحين والحد من ارتفاعها. معالي وزير التجاره الدكتور علاء احمد الجبور المحترم والاستاذ محمد حنون مدير دائره الرقابه التجاريه والماليه المحترم، حيث كان توجيههم الحثيث والاشراء والاشراف على اسعار ماده الطحين في السوق المحليه مما ادى الى تشكيل فريق عمل رقابي بين دائره الرقابه التجاريه والماليه والجريمه المنظمه والامن الوطني والذهاب بشكل يومي الى الاسواق للحد من ارتفاع الاسعار والحمد لله تم انخفاض سعر مادة الطحين لأن بالبداية بالأيام القليلة الماضية كان سعر الطحين وصل إلى 35 ألف دينار بالسوق المحلية أما الآن سعر الطحين لهذا اليوم 22 ألف دينار سعر الكيس الواحد السبب الرئيسي لارتفاع سعر الطحين مادة الطحين في السوق سحبها من قبل أصحاب المواشي والدواجن لارتفاع سعر أنخالة والشعير فكان سعر الطحين ارخص ويسحبونه كعلف حيواني والحل الوحيد يعني اذا كان هناك دعم من وزاره الزراعه الى اصحاب الاغنام والمواشي والدواجن ينخفض السعر الى اقل من هذا السعر ان شاء الله بالايام القادمه ونتيجة لسوء التخطيط وتراكم السياسات الاقتصادية الخاطئة على طوال السنوات الماضية غزت المنتجات المستوردة السوق العراقية لتدفع الصناعة العراقية ومعاملها ثمن ذلك بإغلاق مئات المعامل وإحالة الآلاف على البطالة تغيرت الخارطة الاقتصادية لمحافظة ديالا بعد عام 2003 من زراعية وصناعية الى مستهلكة ومستوردة مئات المعامل توقفت والاف الايادي العامله تعطلت واندثر الانتاج الوطني هكذا يقول اصحاب المعامل المتوقفه منذ سنوات كان اكو انتاج تشتغل عالم والطبقة الفقيره عاش به هسه هسا ماكو هسا انتهى توقف قعد فتح الاسواق امام المستورد وعدم وضع خطه اقتصاديه تسيطر على الاسواق من قبل الحكومه ساهم بعشوائيه الاستيراد وغزو البضائع الاجنبيه مما اصاب الانتاج الوطني بالتراجع وعدم القدره على مجاراه هذا الكم الهائل من المواد المستوردة بالفعل حقيقة نحن نتابع الأسواق يوميا تعرف أن العائلة العراقية هي معتمدة على على التبضع اليومي وإحنا نلاحظ أنه الأسعار في ازدياد دائم وذلك بسبب يعني شيوع المستورد على حساب المحلي وكذلك بسبب السياسة المالية الخاطئة كذلك بسبب السياسة التجارية الخاطئة هناك اقبال على المستورد اكثر من الاقبال على المحلي، مما ادى الى عزوف الكثير من المعامل عن العمل. في بعقوبه وحدها اكثر من 250 معملا متوقفا كانت تنتج بضائع تملأ الاسواق العراقيه وحتى العربيه في بعض الاحيان الا ان عدم دعم الانتاج الوطني دفع اصحابها للعزوف عنها فيما لمحت الاداره المحليه لاحتمال وجود جهات مستفيده متنفذه من توقف الانتاج الوطني اكثر من 250 معمل في قضاء بعقوبة متوقف معامل غذائيه وغيرها من المعامل الاخرى الصناعيه أه لم يعود للانتاج سوى اعداد أه بسيطه جدا بالنتيجه اهمال الحكومه المركزية على دعم هذا القطاع المهم كذلك أنا متأكد هناك جهات سياسية لها يد في موضوع التجارة والاستيراد وهي لا ترغب أن تعود هذه المعامل إلى سابق عهدها السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة وعشوائية الاستيراد فضلا عن سوء إدارة المعامل كان وراء إطلاق رصاصة الرحمة على المنتوج الوطني من محافظة ديالة عمر العبيدي وفي أخير خبر بحوزتنا متعلق بشان الصحي حيث اكدت وزاره الصحه والبيئه ان العراق لم يدخل الموجه الرابعه لتمحور فيروس كورونا محذره من عوامل تساعد على دفع دفع البلاد بسرعه الى ازمه وبائية جديدة الوزارة اعتبرت أن زيادة أعداد الإصابات مؤشر لدخول الموجة الرابعة لذلك فإن الإصابات اليومية ما زالت في المستوى نفسه ولم ترتفع مضيفا أن الوزارة لديها القدرة لرصد سلالات المتحور لفيروس كورونا وبالتالي فالعراق ما زال حتى الآن على قيد السلالات القديمة لكورونا داعية المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح نهايه النشره وجاء فيها بعد قبول طعون مرشحين خاسرين تغييرات في خريطه الفائزين تدفع مستقلين للاعتراض علي اقصاء عدد منهم بغداد تحسم جدل موعد انسحاب القوات الامريكيه القتاليه وواشنطن تؤكد مواصله مسانده العراق في دعم سيادته واستقلاله وفي يوم الطفل العالمي نصف مليون طفل عراقي مشردون عرضه للاستغلال والمتجره بفعل الحروب والصراعات السياسيه مشاهدينا للمزيد من الاخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك تويتر ويوتيوب وانستغرام دمتم فى امان الله الى اللقاء